منك يا بالقسم. حتى الدوسات. لا أسلم منك. أمكسل الله بالقسم. بس. بس وش هكا بالقاسم؟ بالقاسم وليدي مرحبا امي. مرحبا مرحبا بس نهبية مقرب ماشي كيما تجي سايد بس بس يا واحد الدنا شو يدخل من الكيريا مرحبا ماشي ماشي لاباس الحمد لله ها من جيت على رجلي الحمد لله القيره نتاع القبر خلاصت يا وليدي يلا وراء الباطل حسن أسلمة عاد شطة كذب صحيت صحا كلوا بصحتكم كلوا قيمة يا وقيم واش راك ناوي دير في المستقبل واش من المستقبل دخلتو اخترع روحكم انت وبابا جبتها مقاجي في العسكر كيفاش واش من المستقبل دوك راح تقعد كيما هاك لازمك تستقر عندك في المرأة عندك لولادك هيا نصحك يا بالقاسم اسمع ليا اروح تعاوني اروح تخدم معايا تلهب هذو اللي يم يدخلوا ويديروا تشويش وتجي تقعد هنا في زري موسى هذا اللي بيبيو هذو كي ماشي يسموهم العجائز ديالنا سمع خدمة نتاع بياه راح تفغى بحري خير Bonjour monsieur. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? Je cherche du travail. Ah mais ici c'est l'administration monsieur, il n'y entre pas qui veut. Nous ne sommes pas au moulin, le moulin c'est en face. Merci. Bonne journée monsieur, mais essayez à la mairie peut-être. كيف جيت درع الميزان وما تجيش تشوفني والله بدي يدير لحقت البارح وقلت بعول باش تجي شوفك والرستورو اي تمشي شوية اشي اشي افضل اشتو كي غنويت انا تشوف كل يوم اقنع يديروا لاشينا التكيات تاع الرابي طيبة يجيب كل دوال الماركت ديال صحاب لاك بليستراتور كاين مانشي نوار يروح الدايز هيا ريح يا كريم ريح واش جابك الدلع الميزان شرع الله يجينا بشرع الدوي يدير نجي الدلع الميزان يجيبوا الشرع ولا كونفوكاسيون تاع لا جوندارمري ولا البون تاع الرابي طيما صح صح راني نحوس على الخدمه شوف علاش ما تشوفش وليد عمتك أمدو ولا باباك يرفضوا صبعهم الصغير يرفضك الخدمة كما كنت بابا وليد عمتي ماذا بيا ما نطلب منهم والو سمعني في بيا بيا ايه راح يلا راح علاش راك تسكسي فيا الدوية بيا حيث وطن لنظر الأجل استغلال الجزائر
كيفاش نقدر نتصل بهم؟ هما اللي يقرروا. ولدا ما تقدرش وابر القاسم سالم اش كيدير بصح جيت شكال هذاك جيت عندي شغل في لاميري ما حنا وليش ندخل كانت حوايج عقلي ذاك راح معليش ايش واضح نسليها شويه اربع يا خيمي اسمع واش نقول لك ابو القاسم هيا على صلاحك خطيك منو يدير علاش خطيك منو راني نقول لك راهو يخدم مع البيبيا ويدي انا عارفو هذا زمان مش حتى نضر ما تعرفوش نعرفو خير منك جا الدار ميام يعسو عليها اود اسلمك شي دايما لك يا البرق روي دبر راسك ياك صحت صحت قاسم اش بيك كان والو تقلقش مرحبا بك نحوس على الكريم واش بغيت نصحكم انت تشكون صاحب صاحب كريم خليها بابا خليها اللي جيت تروح ما تطولش ولا رجع ما تطول هاك لوح هذا لوح صاحب هاي هاي شوف شوف كلش شوف شنو تقدر تقول chez Madame Tissot et tu mets cette enveloppe dans le trou de la grosse boîte. Tiens, tu la mets dans le trou de la grosse boîte chez Madame Tissot. Là. Donc, tu vois, il y a le coup de chez Madame Tissot. Je vais me dire, je vais te dire. Ouais, raconte ça, quoi, les hommes. عجبكم الحال انا بغيتكم على شنو راهم دايرين هكذا يا ناس باش يديوك للعسكر انا كنت في العسكر وانا بالي واش راه صاير ليه راهم يقولوا لكم جاتيو باش تبينوا الانتماء تاعكم لفرنسا كما كان يقول ماسينيسا افريقيا الافريقيين وكما حنا لازم نقولوا دورك الجزائر للجزائريين الجزائر de la grosse boîte là. Qu'est-ce que tu as regardé comme ça là? Ils savent pas lire. Il faut bien que je leur explique, non? Ah bon? Allez, tiens. Je sais, je sais. Qu'est-ce que tu sais toi depuis quand tu as voté dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est vous qui choisissez pour nous. Ah, allez, je vous allez, je vous Yalla, yalla. Yalla, rentre vote. Mais qu'est-ce que tu as choisi? Ça c'est le temps et ça c'est le temps.
On a le vrai responsable. On devrait s'en occuper sérieusement. يا سالم يا سالم سالم غير خرج بخالي وش من خير جايب عليك الشيء اللي درته استنى فهمني وش راح تفهمني يا استنى فهمني كيف خلاك ربي تتسلع على بني ما تشمش عيب عليه وما تجيش تقرب لبني اخطيه ما تجيش تضر به وليدك راح يمشي مع علي ميساليس مع علي ميساليس يا خالي حسين اسمع انا نهضر معاك للمره الاخرى خطيبني الكرسي هذا اللي راك فيه انت انا كنت فيه قبلك ما تحشمش تولي على ولد خالك ما تحشمش Belkacem. Il est absent du village. Sbah li mliḥ. Lazem hada l'ashiya ndourou ala kam l'chour li rahom dayrin bina. Qoulou lhom ghadwa yabtou l'dra' l'mizan. Ilḥqou l'thma ilḥou f'l'ard w ma yitḥarkouch. Ma yitḥarkouch min thma ḥtayt l'qoushabna. Monsieur Grosbois. Attends. Suivez-moi. Karim Hossein. Entrez. Bonjour, monsieur. Nous ne pouvons tolérer un tel désordre. Les meneurs de cette mascarade doivent être punis, ainsi que toute association de malfaiteurs. C'est la loi. Et nous sommes là pour la faire respecter. Il faut les libérer. Ils n'ont rien fait. Crime, écoute-moi. Si vous croyez que c'est par l'intimidation que vous y arriverez, vous trompez. Dis-le à ton fils. Mais je vous assure que ce n'est pas de l'intimidation. C'est la twiza. La quoi ? La Twiza. Ah, c'est quoi ça, la Twiza ? C'est la solidarité chez nous. Elle joue pour tout. Pour les 14 des nôtres en prison, on est là aussi. Donc, je vous crois. Je vous crois. Mais si nous libérons les hommes, pouvez-vous nous garantir que votre fils ne fera plus de politique ? C'est difficile à dire. Il est majeur. Et... C'est à vous de le convaincre. Vous avez de l'autorité. L'ordre doit être rétabli. Essayez, nous vous faisons confiance pour cette fois. Sinon... Je propose de priver de bons de ravitaillement les familles des individus impliqués. Je pense également que l'on pourrait anticiper l'appel sur le drapeau. Ça éloignera les jeunes désœuvrés et ça empêchera aux agitateurs de les recruter. Voilà. Ou vous les calmez, ou j'appelle les forces de l'ordre pour le faire. Si nous laissons la situation se dégrader, d'autres noirs se soulèveront. Ben faisons appel à l'armée. Et je vous promets que l'ordre sera rétabli. Ils sont cousins, m'avez-vous dit. Oui, monsieur. Cousin Germain. Je connais Belkacem. J'ai déjà eu affaire à lui en 39, à Drail-Mizan. Il était secrétaire de mairie. Esprit rebelle. Retour à toute discipline. Son père a été gardé champêtre. Il est aujourd'hui chef de la Tchema. Toute cette agitation est mauvaise. Elle répand les idées subversives des partisans du barbu. Faut manœuvrer. Récupérer les récupérables, il y en a.
persiste à dire que tout le monde doit se passer la tête sous l'eau froide et savoir raison garder. Il ne veut rien entendre, pas même son propre père. Je vais être clair. Ce que vous semblez sous-estimer, c'est le poids qu'il a fini par acquérir dans la région. Toi, tu le considères comme ton cousin, ton rival quelque part. Moi, comme un dangereux agitateur qui a obtenu des résultats, si j'en crois les rapports qui atterrissent sur mon bureau. Le parti interdit dans lequel il milite, et surtout ses idées se baladent dans la région, je ne veux pas qu'elle s'installe. Je souhaite le rencontrer avant mon retour vers Tijoujou. Le rencontrer ? Qui, Belkacem ? Mais c'est tout de même pas le gouverneur, on peut le convoquer, non ? Faites-le lui savoir. Bon, il est où le caïd ? Oui, je vous le dis. Le parasite. Il n'est plus passé à la maison depuis que son père l'a chassé. Où peut-il se terrer alors ? Dans la forêt, avec les chacals. Trouvez-le, c'est un conseil, hein. Trouvez-le. Allez, suivez-moi. Allez. Salim. Ma t'hachimch tjib li l'jadar miya l'dari. Wach ndir lik ana? Ma yhawsou ala wlidek. Yhawsou ala rwahhom, tjibhom li nta. Hadi min shi'ib alik. Rah Allah yesahel alik. Qlb wajhek menna ma tzidch tchouf fik. Khamj. فرنسا والقايد واش راهم يديروا في الناس بزاف سيطرو شفت وعلى بالك كل شيء هاو هذا المشهور الشيء اللي راه فيه لازم نفهموه للناس لازم نوعيو الشباب لازم نوريو لهم طريق الصواب الطريق اللي خرجنا من هذه المحنة اللي حطنا فيها الاستعمار والقرة وقتاش تبدا القرة لا عقل برك وعلاش ما نديروش كيما داروا الجماعة عمر بوت قلموت وجماعة في الاربعينات كانوا كلهم يشتروا وسلح وراء سلح كل حاجة في وقتها كي نكونوا واجدين هذيك الساعة السي الحاج هو اللي يمد الأمر السي الحاج إيه مسلي الحاج زيد فضلك ليه سي الحول مراش هنا سي الحول هو مشغول مع مع سي الحاج مع سي الحاج بصح ما تخصنش راسك هنا كاش ما خصك يا سي كريم عبد الكريم كريم بالقاسم الله يبارك بارك فيك كان استدعاء باش نوقف في المحكمه تاع تيزي وزو من على 3 ايام 22 مارس بالضبط واش درت باش تهموك تهموني بالمساس لسياده فرنسا حتى انت لا سوفرانتي دي ليطا مالا نسمي محامي لا ما نسحقش محامي انا جيت لهنا باش نشاور قياده الحزب واش لازم ندير نبلغ سي مرباح نبان نخبروك هكذا سي عبد الكريم فهمنا هاي بقى بقى صح هاي سهل بالك ديروا في بالكم بلي راني خايف من الحبس حتى في مكان رجال رقاز نتاع الصح خير ملي نلقاوهم في بلايص واحد اخرين يا اخي يا اخي لا تضيع في وقتي واش ما يشوفك عاود نقعد ندبر راسي عمرا اكرا الخير كان على الخير على الخير انت واحد كريم هكا زرا كريم وعمران انت هو عمران انت هو كريم انا ماكش هكذا تخيلتك الحمد لله الحمد لله يمين زر الحمد لله ريح ريح احضر راسي لاعي واش راك لاباس وانت الحمد لله صار بس كريم Thank you.
Police, dis à Adjoussine que deux policiers de la PJ désirent lui parler. Goulou le baba qui sort. Baba, abba. Chken. Policier Mhous Ali. Akhraj al Hadj Hussein, akhraj. Police. Alors, pas de nouveau? Pas de nouvelles du jeune prodige? Belkacem, où est-ce qu'il est? Oui. Il dit qu'il ne sait pas où est-ce qu'il est. Bien. Tu sais ce qu'on va faire? Toi et tes fils, vous allez venir avec nous. Allez, allez. Plus vite. Allah galba khali, ma jash min andi. Chkoun jabhom? اشفع عليها سل. اهلا سيكري. صحة الدويز. مرحبا بك سيكري، متشرفين. سي اسماعيل جمال العاصمة حبي يشوفك. الله يبارك. اسمحوا لي لما قدرتش نقعد بزاف معكم. نعم. لما جيت المرة الأخيرة للجزائر. إيه. باش تشوف القيادة. فيما يخص الزعزعة اللي جاك من العدالة. الحزب عينك محامي باش يدافع عليك. لا باهي، ليش محامي؟ جماعة تاع الحزب اقترحوا عليا باش يعينوا لي محامي، أنا رفضت. هذا قريته في محضر اللقاء. راك رافض المحامي. ايه؟ ورافض كل المساعدات. الحزب اقترح علي حتى مساعدة. قالوا لي دير رأيك، أنا درت رأيي. هذا ما كان. وباش نكون واضح معاك، الشيء اللي درتو هذاك اللي راني شايفه لازم نديرو مع هذوك الكلاب نتاع الاستعمار. ما رانيش رايح نرجع للنور. والحزب إذا كان راه مصمم على الطريق اللي راه جايبها، نقولها لك من درك. ما رايحين نوصلوا لحتى نتيجة. أنا راني خيرت طريقي. واسمح لي راني مزروب. صح سي اسماعيل، يبقى على خير. بلغ لهم. عطناش فرصة باش على الأقل نفهموه واش. أنا غالب عليك سمعت بودنك. ما عندوش وقت يقعد ولكان خمس دقايق في مكان واحد. حكموا عليه بالإعدام ولا حكموا هذاك. اسمح لي بزاف بزاف، راني مخطئ. يعني وكان زدت شويه كان ما لقيتنيش. واش راهم يقولوا الزعامة؟ هم يقولوا باللي لازم لك تخليها في قسنطينة حتى يلقاو المكان وين تخبى. اسمع اسمع، ما كاينش 77 طريق. عباك واش تقول لهم؟ قال لهم ما كاين لا قسنطينة وما نروح لحتى مكان واحد اخر. راني راجع للقشرة تاعنا، راهم صحابي يسناوني فيها. فهمت؟ الله. Tout essayé. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas ça. Depuis 1947, un condamné à mort, quatre fois plutôt qu'une, se balade sous nos fenêtres. Et toi, Amdoum, toi, tu me dis à moi que t'as tout fait? S'il y en a un qui voulait l'éliminer, c'est bien moi. C'est sur moi qu'il a tiré. Assadis! أسعدت
تسعدين اخرجي 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 انا نقول لك هاك مخبيه في دار باباك اش راك دير هنا دير هنا الزيب نتاع راجلك ولا مخبي اخرج من هنا ورجعك يكونوا رجال رجال تعرفي رجال تحشمش تعد على مرا اضربني كلمتش على وجه تفلي راه فيك رشق راك مالك تعرف تسال الناس يقولي خلصوا فيك باش تقتل في ابن عمك جيت بين فرجة تاعك على مرا وحدها يخي رخيص رجلك هو رخيص رجلك اللي رخيص رجلك اللي قتال قولوا له يجي لعندي راجل براجل خايف تقولوا الكلام هذا وحده وجاي تعدى على مرته وحدها سكتي قولوا له راجلك يجي يديها اذا كان مازال راجلك يعرف اللي يلقاك لعنت الله عليك حق الدم هدايا غزال جاي تلحقك لدارك شاك تحوس وشنو هذا؟ هذا كادو من عند كريم بالقاسم كريم بالقاسم؟ كريم بالقاسم ما فاميليا ديالي فاميليا ديالك؟ أنا عمي أسلم وشاك رحتي أسلم لقى غنف كل عهد باللي غنقطر القانون الحزبي ونسفهم يمذنن باللي الجيراتي اللي غنكنا رتنفنو ما يلقى غنرف السلاح أنا رفت السلاح يمثسن باللي غيما الله ظن ذوي ذا كله من رسل اللي ذل الموحلة تخذ من الثورة يمسلين اقي ود اللي وبغاث نسيو غميث ود المرة دامر حسن
أبي القاسم العناش ما يتلاتك السمع على صاحب خرائف هتاك. شوف أبي القاسم انتي رأي هاي من دار دار بلاصة بلاصة عييت تحتمت حياتك دبراسك، ولكن هذه بنتي. هاد عمر ما قلت ليش بلي ماشي بنتك، بصح راهي ثاني مرتي والمرأة تكون يكون رجلها. رجلها تلقص رجلها ياك، رجلها ما عندوش بلاصة، حكموا عليه بالإعدام وانت راك تجوز وقتك تخبى باش تسلك راسك. هاد عمر حكموا عليه بالإعدام ماشي على خاطر سرقت ولا واش درت، حكموا عليه بالإعدام على جال الثورة، رانا في الثورة. أبو القاسم هذا وقت الثورة، ولكن أبو القاسم يوز مربي ما خديش خلي بنتي هاي ما هكذا نطلب منك حاجة طلقها. هيا بدا عمر شو تقرضك ياكي تخيرتو يا علاش بدا عمر الكلمة الأخرى ترجع ليها هي اللي تقرر. خطيب يا ما عندها حتى كلمة، أنا باباها أنا اللي نسيلها وأنا اللي رايها. معليش نقدر نسلم عليهم؟ سلم ثلاث أيام على ولدي. أمد منطقة قبيل السي مرباح نتاعها 49 ماهيش هذيك نتاع البداية تاعي في 45، راهي عامرة بمناضلين الصحاح وبإطارات نقدروا نعولوا عليهم. هذا الإطارات عندهم مجوزوا باش لحقوا المستوى اللي راهم فيه. اي برك بصح الشيء اللي ما فهمتوش كيفاش نقدروا نرميوا هكذا بالجملة رجال ضحاوا بأعز معندهم من أجل القضية تاعنا. كيفاش يعجب مناضلين تاع منطقة واحدة يغلطوا كاع كيما راهم على ضربة واحدة؟ هذا حتى الكومبل والمخير في الدنيا ما يقدرش ينجح هكذا 100%. لازم الثقة تاعكم في الزعيم تكون قوية وأقوى من هك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا سي محيدي. صباح الخير. أهلا سي كريم. أهلا. عزم شافك. الله ينورك سي الحاج. مرحبا بكم. الله ينورك. واش راكم لاباس؟ لاباس لاباس. تفضلوا سي كريم تفضلوا. تفضل. سي كريم واش رأي الحال عندكم في منطقة القبائل؟ أنا سمعت بلي كاين شوية فوضى وتشويش وبلبلة في صفوف المناضلين. رانا نديروا في المجهود تاعنا سي الحاج باش المناضلين اللي راهم في القاعدة ما يتأثروش بهذا محاولات الانشقاق اللي كاينة في الحزب. بصح الكثرة منهم راهم حابين يفهموا كيفاش إطارات قدم وعندهم خبرة تفصلوا من الحزب وتجمدت النشاطات تاعهم. مناضلين كيما سلامين دباغين سلامين سي مبروك بن حسين سي عمر وصديق وواحد اخرين، هذو مناضلين كبار وكلمتهم مسموعه. اطارات البيبيا وام تي ال دي لازم يكونوا قدوه للمناضلين في القاعده وما لازمش يغلوا حتى فرصه للعدو باش يطبق سياسه تفريق تسود. حتى احنا رانا 100% ضد التفرقه، هذا عربي هذا قبيلي هذا شاوي هذا مزابي هذا ترقي هذا من الشرق هذا من الغرب. بصح هذا الناس اللي تقصاو سي الحاج. شنو هذا الناس اللي تقصاو؟ اللي تقصاو الناس اللي ما يامنوش بضروره ان الامه الجزائريه لازم تكون في كفاح ضد الاستعمار، عندها انتماء وبعد عربي اسلامي، وما يامنوش بضروره انها تكون جزء لا يتجزا من هذا النسيج الكبير اللي هو الامه العربيه الاسلاميه. يا سبحان الله يا سبحانك يا اله العظيم، يكرسوا في البعد البربري والعصرنة ويدبدبوا في عقول الناس. دبدبوا عقول الناس يا سي كريم. لا اله الا الله. قل لي سي كريم واش احوال المنظمه الخاصه اللي تولاها بن بله؟ فيما يخص المنظمه الخاصه
رانا قايمين بها. المناضلين اللي جندناهم ورانا ندربوا فيهم راهم متحمسين. بصح رانا مخصوصين سلاح سي الحاج. ايه سلاح لازم له مال كبير، ومن واجبنا ان نعملوا كل مجهودنا باش نوفروه. سي كريم انا عندي ثقة كبيرة فيك، التعبئة وتوحيد الصفوف هو اللي قوينا. سي الحاج جماعة لحقوا قولهم راني جاي. السلاح نقرو قرناش القرن شنار امريكان المناظر روسيا لا بالو كانون يون فيس خفيف القرو ينسب. شحال على نظرك يا عمر؟ 25 كراس ونسنحن كاع ماشي كامل. رمح. نعم. جا المرسول تلعب بن بولعيد؟ جا اليوم جاب معاه شويه سلاح و 20 بوتوكاس هكذاك. مليح. وزاد سقساني قال لي ولا عندكم شويه دواء؟ عندنا دواء؟ كاين شويه. عطى لهم نص مشي اللي عندنا. حاجه ثم زواروف لقص الزرب تروح بن مجاهد عزيز طاس فين يلقى الزرب ما الحوذي الغابة ناض قبريد يلقى النظام رزاف هذه اليوم دقر فير هذه اليوم تيدي كبريد ليت الماس تتلي ترباث فيريس وتيدي كبريد بعد ترباث تلي تيت الماس. سمح لي اسيدي دوش بصح الكلام اللي راك تقول فيه ما عجبنيش. الواقع نتاع المدينه وتاعنا هنا في جبل ماشي كاع كيف كيف. يا سي كريم انا ما رانيش نقل من كلامكم ولا راني نقص من المجهودات اللي راكم تبذلوا فيها في منطقه القبائل انت وسي عمران. اما علاش يا سيدي دوش راك تقول باللي بلاد القبائل راهي متوخره على المناطق الاخرى؟ ما قلتش متوخره ولكن انا نقول كلامي ونعاوده. منطقه القبائل راهي منفصله على كل. اسمع 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 احبس. واش منفصله على واش؟ انفصلت على كل حركة الثورية الوطنية. تسمح لي هذا الكلام هذا يا سيدي دوش انت اللي راك تقول فيه ولا قالوا لك باش تقوله لنا؟ ما قال حتى واحد. هذه قناعة. منطقة القبيل راهي معزولة على كل حركة السياسية الوطنية. مرة تقول منفصلة مرة معزولة فهمنا في هذا الكلام. شكون اللي راه يقول في هذه الهضرة هذه؟ اللجنة الثورية للوحدة والعمل. لجنة جات باش تلمس الشمل اللي قالنا عليها المرابط سي هاشمي حمود. خلوني نكمل. اللجنة الثورية للوحدة والعمل جات باش تلم الشمل وتوحد الصفوف وتفجير الثورة الهدف تاعنا الوحيد والأساسي. ثورة ثورة احنا فجرنا في بلاد قبائل ما سنيناش حتى نظرك. يا سي كريم على بالي ولكن ما تكفيش لازم هاد تنفجر في كل مناطق الوطن. ما لا نروحوا تكلموا مع مناطق الوطن هما اللي راهم منفصلين ومعزولين احنا بدينا طبعا. على بها يا سيدي الدوش على حسب ما راهم يقولوا راكم بديتوا عندكم مشروع باش تقسموا البلاد المناطق وعلى حسب ما سمعنا منطقة القبائل راح تنتمي للعاصمة وقالوا لنا بلي انت يا سيدي دوش اللي راح ترأسها. حاشا يا سي كريم حاشا يا سي كريم احنا واش دنا الكلام هذا احنا رانا نتكلموا في واقع. أو سي بن بولعيد علاش ما جاش؟ راح يجي راح يجي تكلمت معاه وقال لي بلي راح يجي. اسمح لي انت مع المصاليين ولا مع المركزيين؟ انتم اللي راكم مازالكم تعبدوا في مصالي الحاج. بصح اسيدي دوش فهمني علاش راكم جايبينها عقب مصالي؟ علاش راكم جايبينها عقب؟ يا سي كريم حنا ما رانا ضد حتى واحد. اسمع مليح يا سيدي دوش قول الخوا هذو نتاع الكوميتي نتاع ما نعرف واش راح ندرسوا الاقتراح تاعكم مع المناضلين تاعنا من بعد نرجع لكم الخبر. بصح نقول لكم من درك نفس الكلام اللي قلناه لسي هاشمي حمود راه هضر معاكم وعطاكم شروط تاعنا ما نرجعوش عليها. نقولها لك ونعاودها لك تعلم الجماعه نتاع اللجنه والجماعه اللي راهي تدير في المشروع باللي في كل حال من الاحوال الناحيه تاع القبائل راهي ناحيه قايمه بدتها ومحال تقدر تكون تتبع اي ناحيه واحده اخرى. راك سمعت. سمحوا لي. معليش سي مربح معليش. وين كنا؟ كنا نهضروا على قرارات الحزب. ايه
راكم ضيعوا في وقتكم مع بن خده وجماعته اللي قاعدين يديروا في الدعايات ويغلطوا في الناس. ولا توما ثاني راكم تخلطوا مع المركزيين ومعولين على الانشقاق. اسمح لي سي مرباح، بصح قبل ما نجاوبك على السؤال تاعك ماذا بي انا نطرح عليك سؤال. تفضل. هل راكم مع العمل المسلح وفي الحين؟ جاوبني نعم ولا لا. هاي الهضره. وش هي الهضره هذه؟ وش معناتها هذه الهضره بالذات؟ طول عمرنا احنا نضلوا على استقلال الجزائر، تجي اليوم انت تطرح لي هذا السؤال؟ وقيل ما فهمش الشيء اللي يقصده السي كريم. العمل المسلح يبدا دركم في الحين. العمل المسلح مازال ما درتو شيء. ماهوش زرده لازم له تحضير، ماشي هالواح برك ودير عمل مسلح. سي عمران حاب يقول الا راكم دايرين هذا الحل في حسابكم. رانا وصلنا مرحله متقدمه في تحضير السلاح وتوفيره لالاف مناضلي الحزب، واخترنا جهه القبائل باه تكون هي المنطقة الأساسية اللي يرتكز عليها هذا الأمر. رايح تكون الجهة تاعكم قلب الثورة. اسمح لي سي مرباح، بس حرك فجأتني بشي اللي راك تقول فيه. كيف هذا؟ شكون هذو اللي راهم يحضروا في السلاح ويسلحوا ألاف المناضلين؟ وكيفاش حنا ما على بالناش؟ ما فهمتنيش. إيه خليني نجيب الخدمة. ما يعني يقول لنا ما شعرك مناش في الحزب ولا كما خلوا عمران حنا ما رناش في الحزب. بالعقل سهلة، درك نعطيكم الجواب بالعقل. هذه رسالة جات من عند سي الحاج وكي غادة وصلت، نقراها لكم. إن مجمل النشاطات مناضلي الحزب يجب أن تؤدي إلى تدوين القضية الجزائرية، ونحن نعتقد بعون الله أننا سنتمكن خلال هذه السنة الجارية من تقديم القضية الجزائرية أمام اللجنة الوطنية، لجنة الوصاية بالأمم المتحدة. أسمع سي مرباح، كي توجدوا رواحكم عيطوا لنا. هيا عمر علي. بعد الاجتماع 22 كل مناطق راح يتنظم وتحضر لاندلاع الثورة في سرية تامة، وعلى هذا لازم نردوا بالنا حتى لآخر لحظة، وخاصة للخوة فيما يخص تاريخ اندلاع الثورة. والمناطق تاع الوطن كيفاش راح يعرفوا باللي احنا رانا حددنا تاريخ اندلاع الثورة يوم أول نوفمبر؟ هذه حاجة بين سيدي دوش، نخليوهم يكملوا في التحضيرات وفي آخر لحظة نقول لهم راهو الحق نهار الحسم. من الضروري نعلمهم باللي تم إنشاء جبهة التحرير الوطني، وجيش التحرير الوطني هو التنظيم الوحيد للثورة الجزائرية. الجبهة أبوابها مفتوحة لكل الحساسيات السياسية، أما فيما يخص الالتحاق بهذا التنظيم الجديد لازم يتم بطريقة فردية مش عن طريق أحزاب. هذه جبهة ماهيش حزب. خويا حكيم كرويا أفلان، مادام شأن جبهة التحرير الوطني أفلان، وش رايح نديرو باللجنة الثورية للوحدة والعمل كرويا؟ ايه كرويا هذا بالنسبة لي الكرويا خلصت المهمة تاعو. اذا لازم احنا نبداو ونلتحقوا بالجبهة. احنا اللي هو اللي راني موافق، اللي راه موافق معايا يا فديد. أنا باش نحلو الكرية. أنا تاني موافق. كامل موافقين. ولا خلاص، بقى لنا غير نخبروا الخوان اللي راهم في الخارج. بصح نقول لكم من درك، المهمة ما راحش تكون سهلة. رايحين نحاربوا ربع قوة عسكرية في العالم، وحنا ما عندناش السلاح. على بالكم كامل بلي ما عندناش السلاح. سلاحنا الوحيد هو الإرادة تاعنا، والإيمان بالقضية تاعنا. بصح ربي إن شاء الله ينصرنا. لبالكم أغلى حاجة يمكن يضحي بها الإنسان من أجل قضيته هو أنه يضحي بنفسه. قليل منا، قليل منا يمكن يعيشه حتى الاستقلال.
صح ربي يطول عمرك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعيشوها مع بعض. سي مضيف تنجم درك تقرا لنا البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. نداء الى الشعب الجزائري. ايها الشعب الجزائري، ايها المناضلون من اجل القضيه الوطنيه، نعلمكم ان غرضنا من نشر هذا الاعلان وان نوضح لكم الاسباب العميقه التي دفعتنا الى العمل. باش العشاوي؟ لا باس. باش الدعوه؟ ماشي لا باس. هاوليك البيان 1 نوفمبر. هيا كملوا. نهار اندلاع ثوره لازم ننشروا البيان. هيا جماعه الله يعاونكم. ايوا الخوه راكم تسمعوا. هيا براروش. باش كي حيط السياسه زوران. ضد ابو قروي يمزور عنق لقى في مطوب ديثا يجا ضرمينا في العسكر. هيا رنو الى قاد السيدة خمنو كينو مزبرني هو كيميو الدمن سلاح على سلاح على في الدم لقى تاخرت تاخرت الاستعمار الفرنسي ولا لقى طوض ها تناوض. اول نوفمبر ليله اول نوفمبر رايحين ناخدو مصيرنا بين يدينا ونتحملو مسؤوليتنا حتى لو كان رانا مخصوصين السلاح ومخصوصين التاويل كيما خاوتنا كاع في البلاد. بصح هادشي القليل اللي عندنا رايحين نرفدوه في وجه الاستعمار الفرنساوي. الثورة راح تكون طويلة طويلة وصعيبة صعيبة بزاف. شحال من واحد منا راح يخلص بحياته وبدمه. هالتعليمات لازم تبلغوها ل400 جندي اللي مثلوا جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني في بلاد قبيل. نحن الجزائر. شويه كرتوش. هذا مكان. هذا مكان. مكانش خماسي. كاينين هنا ها. كاينين. ارفد. العمليات العسكرية اللي صرا في ليلة أول نوفمبر ما كانوش في المستوى اللي سطرناه. اسمح لي سي كريم رانا هضرنا بزاف على هذا الشيء. قوة البارود كانت ناقصة. والسلاح ما يكفيش. 130 حبان 400 فرس داروا اللي عليهم وزيد نقص الاتصالات راهو اثر على تنفيذ العمليات. انا ما عجبنيش الحال خصوصا العمليات اللي تنفذت ضد الكازرنات. كنا قادرين نديروا خير. المهم يا جماعه الحاله تاع الخوف والرعب راهي ساكنه فيهم. المهم ان الثوره انفجرت في كامل مناطق البلاد وهذه المره ان شاء الله رايحه تستمر. سوق ليال زرام قزران سريان سيدران. أهلا سلام دام أشرف أشرف لاباس. هذه مدة خمس سنين. حسنا بخير. بس انت هو انت انت ثاني. هيا ادخل مرحبا مرحبا ادخل. الحطام يا حبيبي. وسي عمر واش حولك؟ لاباس. واش اخبار الحزب؟ فلان. شنو فلان؟ بي بي ام تي ال دي. بي بي ام تي ال دي طرطق. اه الحزب طرطق.
خلطت ما بين جماعه المصريين وجماعه اللي كانوا يسميوا رواحهم المركزيين، تعين على راسهم بن خده. تاع بن خده ايوا. نتوما علاه ما مشيتوش مع مصالي؟ شكون حنا القبائل؟ شكون احنا؟ كنا مع خويا الكريا، كان يطالب بتفجير الثوره في الحين، ما نبقاوش نستناو حياتنا كامل. شكون يسير في الكريا هذا؟ حتى واحد ما يسير. الكريا تحلت واندبجت مع جبهه التحرير الوطني غفلا. قول لي الاتصال بين المناطق كيفاش راه؟ الاتصال كي تكون حاجه لازمه تكون حاجه كبيره. هي صح. راه هو كيفاش تعينوا الضباط تاع الجيش؟ كيفاش تعينوا مجاهدين في الجبل؟ شكون يعينهم؟ نعينوا نروحوا نجيبوا الشعب ينتخب على المجاهدين في الجبل. اي صح صح. هاهم تلك قايد تاعنا حيه كيفاش دير؟ النايب نتاعو يخلفوا. توفى سيدي دوش ربي يرحمه، خلفوا زيغو دي يوسف على المنطقه الثانيه. الموت تاع دوش خساره كبيره. سمعت باللي سي نميد باغين رفض باش يصير الثوره، علاه؟ هما اتصلوا بيه جماعه الخيار وقال لهم بالحرف الواحد جو نو برون با لو تران اون مارش، بصح ماهوش ضد الثوره. مثلا جبهه التحرير البيبان تاعها مفتوحين، الثوريين كامل وتو لي باتريوت، حتى الجماعه تاع العلماء الشيوعيين، جماعه فرحه عباس. هو جبهه التحرير الوطني باش يدخلوا لها ماشي كاحزاب، كشخص، باش نحققوا الهدف الواحد. اسمح لي دوكا نبقاو، تبقى غير انت تهضر، لازم نتفاهموا شويه. لازم نتفاهموا. سامحني سامحني سامحني، راني خمس سنين وانا مخبي ياك. اعذرني نهضر بزاف. صح راهم اتصلوا بسي لامين دباغين، على ما داروش هكذا مع جماعه الشيوعيين وجماعه فرحه حباس. انت حمود يقول لي وين راك حاب توصل؟ حاب نوصل نقول لك لازم كاين راس قايد. وانا حاب نقول لك باللي السر الكبير تاع الثوره الجزائريه انه عندها قياده جماعيه. هذه ما نختلفوش فيها. انت ما تخالفنيش الا قلت لك هذا الشيء الكل، لازم واحد ينسق، واحد يقود، واحد يدير كل شيء. هذا اللي ينسق شكون اللي يعينه؟ هذه نفكروا فيها مع بعض. العزة وحضار الرنو لجندي عليا والسب
لا جندي عقلي عوسان سكريب لقدرة حارة صبر القرار من الطاق. السلام عليكم. سلام كريم. مراد. لا كريم واش راك؟ سافا لاباس لاباس. كي نعسق لك ذيب باليسترو. واه انا نتبع هذا نتاع الجدود ما نقعدش في بلاصه وحده. وانت؟ انا ما عنديش بزاف ملي دخلت بالعاصمه تلاقيت مع عبان. ما عنديش شهر تلاقيته مع سعد دحلب. عبان راه هضر لي على الحاله اللي رانا فيها وقال لي ما تعجبش خلاص. مازال يهضر على ليزامبروفيزاسيون، مازال يهضر على النظام ماشي مليح. انا قلت له كاش نهار يجيبها في روحه. نظن عنده الحق، لازم تكون قيادة راس واحد، بصح لازم نتلاقاو مع جميع الخوة باش ندرسوا هذه النقطة كما يلزم. طفي النار يا جماعة. بون جينيرال. J'étais en train justement de lire les notes que vous avez transmises. On continuera après. Penchant. Cette Kabylie que Krim Belkacem a organisée depuis longtemps commence à bouger. Mon général, pourquoi ne pas monter en Grande Kabylie un contre-maquis par des hommes sûrs? Aux membres de cette armée spéciale, on donnerait d'abord des mousquetons, puis des armes plus efficaces. Votre avis, capitaine. Monsieur Soustelle, le gouvernement général a fait appel à nos services, mon général. Le service action du SDES pour mettre le projet sur pied. Elle n'accepte pas. Il y a tellement de temps à l'aide de l'Irigel Bachikouno. J'ai serré. J'ai serré. Anan. ان كونتر ماكي اسمه كيما هذاك نتاع هذاك الخبيث واسمو بلونيس. اسمه كيما هذاك نتاع الخبيث نتاع بلونيس. وقل لي هذا الطار واش يكون؟ عندي 20 سنه ملي نعرف زمان كان في الانتيال دي من بعد جبد روحه و درك ما نعرف. و عندك فيه ثقة؟ ما نقدرش نقول بلي عندي فيه ثقة، بصح الإنسان لازم يحضر روحه. يقول بلي عنده ضمانات كبيرة من الفوق. الفوق؟ نعم. الفوق وين؟ مانيش عارف. غوفرنومون جينيرال، دياستي، سداس. وعلاش ماشي سوستال بنفسه؟ وهذا الشيء محبين يديروه هنا برك عندنا في القبائل ولا كاع المناطق الاخرى نتاع البلاد؟ في الساعه يقولوا هنا برك. صح. اسمع، على حسب ما فهمت راهم يحوسوا مجموعه من الرجال باش يديروا بهم هذا الكونتر ماكي، يسلحوهم ويصرفوا عليهم. ما نقول له حنا نوفروهم الرجال هذو اللي راهم يحوسوا عليهم، بصح بشرط حنا نخيروهم واحد بواحد. بصح بسيسي الشيء اللي راك تقول فيه شيء خطير سي كريم. هذه الحكايه ما دخلتش في راسي سي نصر. بالعقل برك ما تفهمنيش غلط، دوق نفهمك. سي زيدات، ما جيت لهنا ما شفتني، الهضره اللي دارت هنا تموت هنا. معلوم. صح. ماس 36 مات 41 شحال كاين؟ 30 هذا ما كان. مازال الموسكوتان درا كيما تفهمنا درا
هاك هاك درهم. شحال كاين؟ زوج ملايين. زيدونا من بعد. زيدوا لكم، جبتوا 30 رجال، جبنا لكم 30 سلعه، جيبوا 60 نجيب لكم 60، جيبوا 100 نجيب لكم 100. صح. تفهمنا؟ فهمنا. هيا فرغوا. هذا واش كاين؟ كاين موسكوطة. أنا وجدت كوار تاع جماعة 30 واحد. أعطيهم الأسمر، هو اللي نضر يخدم لي كارت مزيفين، هكا باش ما نحرقوش الخامة. حاسبينهم دي ميساليست. ما أنا وكارد ساكن الكوادونسي. وزرينا لا. وزرينا لا كل شوي يضرهم. حضرتك قلت لهم سي قرا ياسر. اي الله يعاونكم. داكور. في الامان. صح. الله يسهل. الله يسهل. Ça va, j'ai compris. Allez, on dégage. Mais c'est quoi ça? Une douille. Je vois bien que c'est une douille. Des douilles de mousqueton. Ça ne vous dit rien? Non? N'en avez-vous pas distribué plutôt généreusement ces derniers temps? Désolé, monsieur le directeur. Les fêtes vous ont berné comme des bleus. Une opération bien huilée, mais à l'huile d'olive. La dernière embuscade. Écoutez la bagatelle de 35 morts!
Cessez donc vos sarcasmes, Antier. Vous n'êtes pas drôle pour un sou. D'après mes sources, cela va chercher dans les 1000 à 1500 Fellous, gracieusement armés par la République, monsieur le directeur. Mais nous avons enfin pigé. السلام عليكم. صحيح. مرحبا. بس. تريال سي كريم. يعطيك الصحة. ريال استنانا. أهلا. أهلا سي كريم. هذا البرياء ديها لسي محمد. سي محمد. أنا أمير. هاي. الله يسهل. الله يسهل. عندك يحكمك بالبرية صح. إن شاء الله خير. كويس. قلنا نبعثوا برية لزيغوت. شوف لي كاش واحد يديها. مالي يا سكري. هاي. سلامة سي كريم. روح دي لما أمرك تبرثيني وجدن لقد نتشيع رجل لهم وجدن باش يمشي فهمهم مليح. هاد البريات عندهم قيمة كبيرة لازم يسلموهم لمواليهم في يديهم. لا فهمناهم. قولك مهني أمرش إذا تقدر أي شيء في الطريق ما لازمش هذا البريات يطيحوا في يدين العدو يأكلوهم يحرقوهم يدبر راسهم. المهم ما يطيحوش في يدين العدو. تفهمنا؟ ما يطيحوش في يدين العدو. سيعرف هذا عن ربي. مقرام سامي روش. يا ربي نحكم الطريق. واجدين براوت واجدين واجدين يا مخ قصي نوطك كنت رخت شوف من على ساعة لازم تلمني قاع جماعة هنا يربع صح هاي الله يسر نصر وراه نصر نصر راه هنا قول لي شي يربع. Je veux un véritable barrage de chars, délimitant la région comprise entre la Soumam, les Bibans, la route de Sétif, la route de Bougie. Nuit et jour, l'aviation arrosera cette région avant que l'armée ne se mette en marche. Je veux qu'un filet aux mailles infranchissables se referme sur cette région. Si mes renseignements sont exacts, tous les chefs rebelles n'en sortiront pas. À vos postes!
كاسو فكر شو عليك اخي لاباس علاه دخلتوا لا واش حبيت خليكم تموتوا هنايا خليونا نموتوا ماهيش خدمتكم هذه ماهيش خدمتكم انتوما عندكم مهمه وحده اخرى احنا مهمتنا نوصلوكم سالمين صحاح فهمت ولا حرام ودركم ما نخرجوش منها هاي هاي اخرج بابور انا فينا واش واش مازال مازال نفوت واش بالا كثر Ça suffit. Essayez d'obtenir confirmation de ce que vous avancez. Et viens y voir du con ! Envoyez deux compagnies sur la côte 192. Bien, mon général. Et appelez l'appui-feu. هذا حسب لكم توضرتوا اي توضروا ابو خر صح يا ليرت كبيره محمد عليك ماشي هذا وسرا توضرنا صح جمالي معنا واحد ما يعرف طريق ها توضرنا حتى وصلنا لدوار ابو نوح دوار واش دوار ابو نوح وين جا هذا دوار ابو نوح والله ماني عارف العقل لا لبس سلامات لبس جاي هنا من السواحل تاع البويره هنا
عمرا. مرحبا بكم. مرحبا بك. سي صادق. صحيح صحيح. صحيح يا جماعة. هاي تبعوني. هاي هاي. سلام هم لحقوا الجماعة. لحقوا. مرحبا. مرحبا صادق. هيا وكالة السيف. بس يا بلاد بس سلام سيدي براش عيدتو شوية شوية أبو عمران قداش سي سليمان أما كان سيد سي كريم لا بس إيش أنا ربي يوفقك إن شاء الله بس خير أشكرنا كيف وقر أشكر نظري عندي سمانة من اللي تقصد أرنون في تالغديز بربر شحال عندكم اللي مشيتوا؟ درت حساب تا 3 أسابيع كون في البيبان الرصاصة خلتنا نمشي وكنا هاي الريح لي هاي البغلق. وين راح؟
كاش واحد منكم شاف البغلة؟ عميروش. نعم سكري. وراه البغلة؟ كنت مع سي رزقي. سي رزقي شكون هذا سي رزقي؟ رزقي سي قاسي. وي. هيا 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 روحو عليه. ها؟ سيتي با موا كيش ما تياني مش عارف. ضرب قاسي. هيا صوب صوب. هاي هاي حوسوا على البغرة. هيا هيا تحركوا هيا 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 تحركوا هيا روحوا انت معاهم وشوف شوف هيا هيا حوسوا على البغلة. سي با بوسيبل سي با بوسيبل سي با بوسيبل ما ترجعوش بلا ما تجيبوها. هيا 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 حوسوا كلش راه فوق البغلة سلاح الدراهم حتى المشروع تاع المؤتمر راه تم كلش راه تم كلش راه تم. هيا حوس كاش ما لقيتو رزقي باقاسي عميروش حرام سكري هيا هيا وين زاد سي رزقي يا كيو سي با بوسيبل هبطوا لتحت هبطوا لتحت على جال البغلة لازم نبدلوا كلش لازم نبدلوا موقع تاع المؤتمر. الحمناوية هذه البغلة نتاعنا جات تاعنا ولا غي جات عرفت الطريق وجات ابراهيم وي والله غلب البغلة جات اي اي والله ولات تيان المولا يغفنو فتقاف هي بتيت بيجي مش كانت رفضة البغلة تاع الهمل كلش كلش كيفا كلش كامل الوثائق تاع المؤتمر بهم بالدوبل تاع لي زانفيتاسيون الاسماء تاع اللي كانوا جايين الموضوع المشروع تاع المؤتمر وزيد حتى 500000 واش عامل روش كاش ما عندك امكان واحد اخر خممت البلان بي كان مضرب فوق رسالة مقران راهي مأمنة ب 1500 جندي تقدروا تجتمعوا ثم مليح خلينا نشوفوا لاس تاع البارود تاع الليله ونشوف هذاك المكان هاي دوك لازم ناخذوا قرار روحوا للمكان اللي قال عليها بيروش ايوا هذه قام ماشي خدمه هذه واش سكرتارية كامل في بلاصه واحده وفوق زهر تاع بغداد اي دوك ليش ليش راه صرا كلش اللور بصح لا اسمح لي ماشي قضيه ثاني اللور ولا لا عنده الحق يبع على بالهم كلش امبرو لي ريسك روحوا لبلاصه ما نعرفوهاش بصح لازم كان بيروش هذه بيروش انا مسكرين امنا والامان ريسبونسابيلتي خلي شكون يروح ليهم جماعه شوف يشوفوا اللي يتفرج لازم تبعث في الحين اتصال باش يخبر جماعه تاع الشرق اللي بدلها المكان يقول لهم المكان الجديد اللي راه في افري معليش درك يمشي لهم سي قاسي والكوموندو نتاعه والفرقه اللي بقات يمشيو معكم نزار مقرن اي صح ها هاي اش باي هاي سي قاسي هاي كلمة السر زكار فوق مليانة اهلا مرحبا السلامة السلامة حكتم بخير بس الحمد لله الله يحميك بس توما سي قاسي سي زيغوت مرحبا بكم اهلا بك سي زيغوت اهلا كوموندو قاسي من منطقة شرف مرحبا بك مرحبا
مرحبا مرحبا. شكرا لك. لاباس. السلام. مرحبا بك. مرحبا. والله انا فرحت كي شفتك سيدي غوت. واش هذا الجهنمه هذا؟ حنا سميناها معركه البغله. على هذيك راهي تحتم تاع القياده باش تبدل البلاصه تاع المؤتمر. انا بعثني الكولونيل عمروش باش نجي نقابلك نخبرك انه لازم نروحوا لافروز لي. وانا وجماعه راح نرافقوكم حتى ثم. مرحبا بكم في منطقه القبائل. سي قاسي الكبيله عداو طلقوا 30 عسكري وراهم متخبين في الشجر لتحت. الكونفو خدعة حبوا يهفونا دارين زعما الكوما راهم غير فايتين. خليهم يجوا ما نبوجيوش ما نتيريو. حنا نديسيديو وقتاش نديرو هناك. سكت عليك راهم حاصلين بكل مكان. راهم حنا حنا نخرجو مع الزغوت الحصان وانتقاو.
وحيد وحيد عاود نلحقوا جماعة نتوما نعرف بها في نقولوا الواد ونلحقنا هاي كملوا هاي مازال طيبه